عادت المياه إلى مجاريها. المعابر الحدودية لسبتة وأمليلية فتحت بين المغرب وإسبانيا بعد عامين من الإغلاق الصحي المتعلق بكورونا، ثم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تدفق المهاجرين وملف الصحراء الغربية. وفي الوقت الراهن لا يمكن سوى للمسافرين الأوروبيين أو المغربيين المزودين بفيزا شنغن السفر برا إلى الجيبين الإسبانيين. أما المواطنون المغربيون العاملون بشكل قانوني فيهما فسيمكنهم العبور مجددا اعتبارا من 31 مايو الجاري. في المقابل استبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الأراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تعرف باسم التهريب المعيشي. وتأتي إعادة فتح المعابر ضمن خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد أعلن عنها مطلع إبريل، وشملت استئناف الرحلات البحرية والتعاون في محاربة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا موانئ البلدين.